السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي فضيلتك يا شيخ؟ لله الحمد والشكر، الحمد لله. الحمد لله. فضيلة الشيخ، أنا والدتي عندها 73 سنة وهي مريضة، يعني مرض مزمن الأطباء بيقولوا لا يرجى شفاءه، يعني هي عندها فشل كبدي، فهي ما بت يعني مش بتفوق من التعب يمكن ساعة في 24 ساعة، بتتألم طول الوقت، فهي بتكلم إن هي طفلة بس الفترة دي مش بتصلي، فأنا مش عارفة أعمل معاها إيه، يعني لأن بلاقيها طول الوقت بتتألم. ده واحد. على العموم، على العموم، أيوة. إن استطعت أن تصلي ولو نائمة مضطجعة، يعني لو نائمة على ظهرها، ولو لم تستطع هي الوضوء، نائمة طول الوقت ما بتتحركش. أقول لك ما دامت في، أنا أقول إن استطاعت، فهمت الكلام؟ إن استطاعت أن تصلي ولو مضطجعة، ولو بالعين وبالرمش، لو استطاعت أيوة. صلت، عجزت تماما لا يكلف الله نفسا الا وسعها.